في إطار سعيها لتوفير المرافق الخدمية والترفيهية لزوارها وقاطنيها، دشن في منطقة الجادة مشروع ترفيهي لقضاء أمتع الأوقات لمحبي تجارب القفز والرياضات الحرة. التفاصيل في التقرير التالي. على مساحة 2000 متر مربع في قلب مشروع الجادة بالشارقة، ووسط أجواء مفعمة بالحماس بين الأطفال وذويهم، افتتحت شركة باونس فرعها الجديد في الشارقة، ومعه دشنت وجهة ترفيهية رياضية فريدة لقضاء أمتع الأوقات لمحبي تجارب القفز والرياضات الحرة من الأطفال والكبار. شعور جميل جدا عند دخولك هذا المجمع وترى هذا التطور المختلف والطاقة المتواجدة فيها، ويسرنا افتتاح الفرع الجديد لباونس في مجمع الجادة بالشارقة، ونؤكد الالتزام بمواصلة رسالتنا في تحفيز الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات لممارسة أنشطة مليئة بالتحدي والاستمتاع بأوقات رائعة. باونس الشارقة تضم مجموعة متكاملة من أنشطتها المعروفة، بجانب مسار الحواجز الأحدث للجري ومنطقة مخصصة للأطفال من سن 6 سنوات وما دون ذلك، وهي مساحة تضع سلامة الأطفال في قائمة الأولويات، حيث تخضع لمراقبة أكثر من 30 مضيفاً مهمتهم الإشراف على الأطفال وضمان تقديم تجربة ممتعة للجميع. لازم يعني يخصصوا وقت أكثر لأولادهم بهيك نشاطات اللي هي بدنية، اللي هي كمان يعني كمان بتنمي العقل، يعني فشوي حتى جسم نبعد عن الموبايلز والتابلتس. فأكيد بنصح كل الأهل يجوا على باونس الشارع. المكان جميل جدا، احنا مبسوطين بوقتنا جدا، الاولاد عمالين يتنططوا من وقت ما جم ما قعدوش. انا شايفه ان دي حاجه لطيفه جدا ان هم يسيبوا التليفونات ويبعدوا عن الاجهزه الالكترونيه اللي طول الوقت للاسف حاطين عينيهم فيها. اعتقد ان انا لازم هجيبهم تاني كذا مره، ممكن نعمل لهم وقت كل اسبوع لازم نيجي المكان ده. كثير احببت هذا المكان لانه ممتع جدا، واجيت هون مع امي واصدقائي لنحتفل لهي الاجازه، واحببت المكان جدا انه يعطيك الطاقة الممتعة مع الأصدقاء والعائلة. ومع تدشين هذا المشروع الترفيهي ضمن مجمع مدار، تؤكد الجادة دورها في توفير نمط حياة عصري ورياضي يناسب جميع أفراد المجتمع. هذه المساحة الترفيهية وغيرها من المساحات التي تضمها منطقة الجادة ما هي إلا متنفس مستقطب للعائلات وأطفالهم لقضاء وقت ممتع. لأخبار الدار، العنود الصوري.